هذا هاي اللي صورة هاي شو؟ تعال نشوف فاطمة شو عم تعمل. فاطمة يلا حركي لنا حالك بس يلا تعرف تقدر يلا يلا حط لنا ايديكي مين هذا؟ يلا يلا ايكو بابا مرحبا كيف حالكم؟ اليوم طلعنا البنات حتى يأكلوا برا شاورما أخذناهم على مطعم تركي غيروا جو قبل ما يدخلوا المدارس عندهم امتحانات نصف السنة نصف السنة طلعناهم اليوم حتى يغيروا جو يأكلوا شاورما برا مرحبا اليوم بابا طلعنا على المطعم لانه احنا بالاجازه طلبنا بطاطا وسلطه وهاي الشاورما شاورما صغير عادي وجبنا كمان شاورما هيك شاورما تركي وجبنا بطاطا كمبير مع شاورما دجاج جبنا بيبسي ولبن فوار لبابا نشوفكم بعد ما نخلص بس حطوا لايك وشير وسبسكرايب خليكم معنا مجموعة تانية باي يلا بابا دوق لنا اللبن الفوار عجبك؟ متعني هيك كيف شكله؟ بسم الله بس احنا رح ناكل فاطمة عم تاكل شاورما وهلا انا وفاطمة عم ناكل بطاطا كمبير عن جد شي كتير طيب بطاطا شبابا
يلا يلا هي فاطمة عشان شو مالك بشربكي؟ ليه ملبكي؟ يا لو الغزل رايقة من الناس الحلوة سايقة يا سيدي يا جمال ومالو دختي كتير عالي ما تقرب مني حبة لا لسه شوية حبة الطبلة دي يا مانا وصا ها يا مانا العب بهديك رسول الله يا بحر العطاء ويا سندي بكم حسن الهجاء أتيتك شاكيا ألمي ودائي وعندك يا منى قلبي دوائي رسول الله يا نور القلوب عليك سلام علام القيوب رسول الله يا نور القلوب عليك سلام علام القيوب بكم أرجو التخلص من ذنوبي دخيل يا إمام الأنبياء طبعا هلا ما فاطمة وبابا عم بيلعبوا رياضة على البحر لكوين اجينا منظر كتير رائع وفي ألعاب لك بابا مبسوطين؟ حبيت كتير بدي أروح ألعب على هديك اللعبة بدي ألعب على هاي طبعا نحن جبنا بطاطا كمبير لماما عشان تنبسط أبوي تعب كيف الوضع؟ تفضل هلا نحن هلا بابا شو جبت لها لماريا وماما؟ جبت لها كوكتيل وجبت لها كمان تيك اوي من عند تركي بوتيتو بتيجي شو هيدي البوتيتو؟ بطاطا ابصر بطاطا ابصر هي كثير طيبة بطاطا كمبير بطاطا كمبير مع دجاج اوكي بس رح نفاجئك أرجين شو جبت لماريا ولقلنا فاطمة قفلت المستيك أرجين شو جبت لماريا ولقلنا عندي عقاد جبنا طبعا كوكتيل جبنا واحد إلي واحد لفاطمة واحد لمارو هلأ حطينا المستيك من هنا أوكي نطلع فوق هلأ رح نروح على البيت يا أبو راحت علي اللي ما مركبة شمسية فوق Let's go. بالمصطفى والآل ثم الصحابة أرجو صفاء البال بعد الكآبة بالمصطفى والآل ثم الصحابة أرجو صفاء البال بعد الكآبة حبي رسول الله أفديه بالروح يا ليتني ألقى روحي له روحي حبي رسول الله
في روحي يا ليتني ألقاه روحي له روحي يا هل ترى سأرى أنوار وجنته كالبدر حين سرى في صفاء طلعته بالمصطفى والآل ثم الصحابة أرجو صفاء البال بعد الكآبة. فترة مبسوطة؟ هون احنا اجينا على البحر. لك بابا في بتحط انواع العصير لك شو قد في انواع حلوه لك البوظه انواع واو حلو جاب بعده ببيع بوظه لدنيا شتاء كثير في انواع طيبه فانا حاسه اكثر شيء هذا اللي بقى لسه يعني الشتاء ببيع بوظه هون لك الكور هون كمان بيبيعوا الكريب وهون بيعملوا كريب وهون القهوة بنعمل وهون في مشاريب للقهوة وعصير شو هو معايا وهون ماكينة تبريد للثلج عشان نفاجئ ماريا جبنا لك كوكتيل لإلي ولأ لإلي ولإلي ولأختي يعني هلا نحن حطينا مستيك آخ يا جماعة الريحة فرجي حابة تفاجئي ماما فيكو ماريا مبسوطة حابة تفاجئي ماريا ماما ماريا تيك أوي رسول الله النور لاح النور لاح صلوا عليها يا عباد الله أشكي لي من وجدي وحالي رسول الله أشكي لي من أحمد غالي حبيب الله أشكي لي من وجدي وحالي رسول حبيب الله اللي غير أحوالي اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله المسكوفاح عند مقام رسول الله والنور لاح النور لاح صلوا عليه يا عباد الله يا صاح
الخضرة رسول الله كرم علينا بشي مطرة حبيب الله صاحب القبة الخضرة رسول الله كرم علينا بشي نظرة حبيب الله من النعم الكبرى أنت من النعم الكبرى أنت القمر قلبي المسكوفاح المسكوفاح عند مقام رسول الله النور لاح النور لاح صلوا عليه يا عباد الله. وهلا نحن راجعين على البيت. مبسوطة فاطمة؟ ليكوا الأشجار ما شاء الله. هاي الحديقة كتير كتير حلوة، هاي الحديقة بحبها.